بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين، آمين. والثالث مما تدع أنه لا تخالف الأمراء والسلام. يعني معلش عشان الحلقة جديدة، في أمور تؤيدها وأمور تبتعد عنها، فهو تكلم: يا من ابتليت بهذا عليك أن تبتعد عن أربع حاجات وتفعل أربع حاجات. الثالث مما تدع، الثالث مما إيه؟ وهذا أجمل ما في الكتاب. ثمان أمور، أربعة وأربعة، ها؟ واحد: أنه لا تخالط الأمراء والسلاطين ولا تراهم. أبو حنيفة: استفد من السلطان ولا تقرب منه. ليه؟ الخطأ مع السلطان مشكلة. شوف، أنا إمام مسجد الظاهر، الحمد لله مسجد الظاهر يعني جامع كويس معروف، لكن الرئيس لا يصلي فيه، الوزير لا يصلي فيه، رئيس الوزراء لا يصلي فيه، السفراء والأمراء لا يصلون فيه، يصلي فيه ناس بسطاء. هنا الشيخ إن يخطئ خطأ غير ظاهر، لكن أنا أذهب أكون إمام في سيدنا الحسين أو في الأزهر أو في السيدة زينب، رئيس الجمهورية يأتي، سفراء يأتون، وزير يأتي، فخطأي في مسجد الظاهر مستور، لكن خطأي في مسجد سيدنا الحسين ظاهر. ومن هنا قربك من السلطان بقدر ما يرفعك قد يقتلك. لكن تعالى مولانا، كيف تقول للوزير أنه منافق؟ وما الأدلة أن الوزير منافق؟ تجد نفسك في السجن على طول. كيف تتهم الناس بأنه يا ابن مولانا بالراحة، هو ده السلطان. إن يغضب منك السلطان، السلطان إن يسعد يعطيك أموال، لكن لو يغضب يأخذ منك كل شيء. دي القضية. السلطان حسين كامل، تسمعون عنه، ده سلطان مصر، ذهب عند أحد الأغنياء ضيفا، أحد الأغنياء يعني رد يكرم الملك. شوف مولانا، من يدعو الملك؟ يعني أنا لا أستطيع أن أدعو الوزير، أنا راجل يعني الحمد لله لست فقير، لكن لست غني لدرجة أدعو وزير. هذا الرجل الغني عندما يدعو ملك، رئيس مصر، ملك، سلطان، سلطان حسين كامل، ده لا شك أنه غني جدا. فالسلطان يسأل: هذا القصر من يملكه؟ فقال الرجل: أنا يا مولاي. قال: أنا أريد هذا القصر شراء. قال: شراء ماذا؟ أريده هدية. يريد القصر إيه؟ ما هذا القصر؟ هو أعظم قصر في مصر الجديدة، وأكبر مصر في مصر الجديدة، بل في مصر كلها، قصر البارون. تعرفوا القصر البارون؟ في طريق المطار، في طريق المطار على اليمين، في قصر كبير من حجر ضخم، شكله كده صعب قوي. هذا القصر اتبنى سنة 1906، صاحبه لم يسكن فيه ليلة، بل ترك مصر خوفا من بطش السلطان لأنه رفض أن يعطيه، وإلى الآن لا يسكن في هذا القصر إلا العفاريت. قصر البارون لا تعرفونه؟ شارع صلاح سالم على إيدك اليمين قبل المطار بخمسة كيلو ستة كيلو، تجد قصر كبير جدا، يعني بعد النفق، وأنت تمشي في الشارع صلاح سالم في نفق من الأرض، عندما تخرج ترى على اليمين قصر كبير عظيم جدا ضخم، لم يسكن فيه صاحبه ليلة. ليه؟ الملك أعجب بالقصر، قال: أنا أريده. الرجل يرفض، لكن الرجل يعرف أن ممكن السلطان يجعله في السجن فيهرب، وترك ماله وترك القصر. أدي معنى استفد من السلطان ولا تقرب. الوزير هشام ده جيد،
لكن هشام ليس له علاقة بالوزير. ليه؟ فإن يغضب الوزير هشام في أمان. فهمت يا ابني؟ هذا ما نريده، هذا ما نريده، يكون في أمان. ما دام في أمان الحمد لله. قول يا سيدي استفد من السلطان دون أن تقرب من السلطان، ده كلام أبو حنيفة. ها ذكروا مين؟ ذكروا عبد الله ابن المقفع في الأدب الكبير والأدب الصغير، كتابين يا ريت تقرأوها، ممكن نقرأها بعدين لكن ليس الآن، قبل يوم القيامة شوية. الأدب الصغير مع الناس والأدب لها الكبير. يا سلام، استفد من السلطان ولا تقترب من السلطان، حكمة في غاية الجمال، قالها مولانا أبو حنيفة ودونها ابن المقفع في الأدب، ثم جاء مولانا الغزالي وكتبها في أيها الولد. يلا يا ابني عشان الكتاب اللي بعده بداية الهداية أخطر منه، خلاصة الإحياء. يا سلام جميل جدا جدا. قول يا ابني. لأن رؤيتهم ومجالستهم ومخالطتهم آفة عظيمة. آفة يعني متعبة، مشكلة. أنا إن أخطئ سهل تصوب الشيخ، لكن السلطان إن يخطئ كيف نصوبه؟ إن تغضب مني ماشي، لكن كيف تغضب من السلطان؟ السلطان لو يسبك أنت تضحك. سلطان يا ابني، سلطان قوة، منصب، سلطة. لذلك استفيد منه وأنت على بعيد، شم الزهرة لكن لا تأكلها، إن أكلت الزهرة طعمها مر وغير مفيدة، بل هي سم في الجسد، لكن إن ترى الزهرة من بعيد أنت تسر برؤيتها. استفد من السلطان دون أن تقرب. شوف انظر إلى 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 الوردة، شم رائحة الوردة لكن لا تأكل الوردة. ولو ابتليت بها دع عنك مدحهم. إذا ابتلاك الله أن تكون وزيرا، أن تكون سفيرا، أن تكون خادما عند الملك، أن تكون صديقا للملك، حاذر من النفاق. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، حاذر من النفاق. إذا ابتليت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ولكن برفق، بفهم للواقع، بدون تهور، بدون مشكلة. كن عاقل، كن رشيدا. رحمكم الله. وثناءهم لأن الله تعالى يغضب إذا مدح الفاسق والظالم. شوف 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 شوف، الغزالي لا يريد أن الله يغضب عليك، لأن غضب الله يحبط عملك. غضب الله أنت لا تعرف. شوف نحن نقول حاذر من السلطان، فما بالك لو رب السلطان يغضب. الله يغضب إذا مدح الظالم، لكن إن شاء الله نحن لا يعني لا نريد أن نعرف حاكم ظالم، نسأل الله أن يكون حكام المسلمين كلهم عدول، لكن معنى الكلام لا تنافقه، لا تمدحه أبدا. إن كان خيرا نحن نمدح، لكن إن كان شر نحن لا نمدحه رياء ولا نمدحه نفاقا. فالمنافق في الدرك الأسفل من النار، فإذا ابتليت رجاء لا تمدح، تعامل عادي، أهلا وسهلا، سلام عليكم، تحت أمرك مولانا، سلام عليكم. لكن هو ظالم وأنت تمدحه، إيه الموضوع؟ سبحان الله، اليوم قتلنا مليون، مليون يا مولانا ما شاء الله، الله يزيدك، بكرة تقتل 5 مليون يا مولانا، براح شوي، لا عاوزينك تقول الله يزيدك والله الله يخرب بيتك، خليك في حالك. لعن الله قوم ضاع الحق بينهم. قول يا ابني. ومن دعا بطول بقائهم فقد أحب أن يعصى الله في أرضه. لو حاكم عادل ندعو له، بل الحاكم العادل سنة أن نقبل إيده، 3 تقبل إيديهم سنة. عالم
استفدت من علمه، تقبل ايده. اثنين، ابوك وامك. ثلاثة، حاكم عادل. حاكم ايه؟ خلاص. والرابع مما تدا الا تقبل شيئا من عطاء الامراء وهداياهم. ليه؟ حتى لا تبخل بالنصيحة لهم، وحتى لا ترى الباطل فتتمالأ. شوف الشيخ، الشيخ يشرب عصير، شوف الشيخ يأكل طعام، الشيخ يشرب شاي في الرواق الجوي هنا. الشيخ لو يرى عيوب في الرواق الجوي لا يتكلم. ناس تطعمه سندويتش 20 جنيه على الأقل، عصير بعشرة جنيه، ناس تصرف 50 جنيه على الشيخ. فكيف الشيخ يقول أنتم يا أهل جاوة كذا وكذا وكذا؟ الشيخ لو يسبهم يخاف، ليس يخاف يضربونه، يعني يخاف من الإكرام. دائما الإكرام يجعلك جبان، فهمت؟ أنت دلوقتي واحد من الجيران جاي يعمل منازعة معك، تلبس تفضل تفضل نتكلم مع بعض، يا حجة هاتي طعام للشيخ عشان الشيخ يهدأ شوية. أنا طب بعدما نأكل ونشرب الشاي نتكلم، ثم نحن نأكل دجاج ونأكل أرز ونشرب شاي ومعصير. ها تكلم يا سيدي، حضرتك بس يعني في مشكلة بسيطة. صح، في البداية أسد، لكن بعدما في إكرام تكلم هرة. في مشكلة بس بسيطة حضرتك. هذا أمر. عندنا في مصر يقولون اطعم الفم تستحي العين، لو الفم يأكل العين إيه؟ لا تستطيع الكلام. لذلك نحن لا نريدك أن تكون منافق، ولا نريدك أن تلقي بيدك إلى التهلكة. فلو الحاكم ظالم تجنبه، لو الحاكم عادل خلاص، العادل تفعل معه ما تفعل. العادل في ديمقراطية، العادل في حوار، العادل ممكن نصوب ونتكلم. أصابت امرأة وأخطأها عمر، حتى النساء يا عمر كده. رجل يتكلم، رئيس الجمهورية يتكلم، واحد يقول يا رئيس الجمهورية هؤلاء الناس ينافقونك. الرئيس يقول له تعالى إيه الموضوع؟ واحد اثنين ثلاثة، الرئيس يتكلم، لا أحد يقرب هذا الرجل. ليه؟ لأنه يقول الصدق. هذا الكلام قليل من يفعله، قليل من يجرؤ. لكن أنا لا أريدك أن تتهور، ولا أريدك أن تكون منافق، أنا أريدك تتعامل بحكمة. شوف يا شباب، من السهل أن نقول على أي حاكم ظالم، لكن قد نكون لو نحن في مكانه نكون أظلم. شوف الشيخ الآن يشرح، صح؟ ممكن أنت تقول كلام الشيخ ده كلام سهل أوي، تعال اجلس مكاني وتكلم كما أنا أتكلم. إن استطعت الحمد لله، إن لم تستطع لا تقلل من قدر الشيخ. هذا الشراب سيء، تستطيع تفعل مثله؟ لا أستطيع، خلاص، إما أن تشرب وإما أن تقول الحمد لله، لكن لا تنقد من أجل النقد. والتمس الأعذار لأخيك المسلم بما فيها الحاكم المسلم، حتى لا نشق عصا الطاعة. هذا الرواق، أنا أتكلم يعني عادي، أنا لا أقصد شيء، نتكلم عادي. هذا الرواق رئيسه ظالم، لكن الرواق يمشي، والطلاب تحضر في أمان، والدروس مستقيمة. فجأة نحن نفعل مظاهرات ونرمي برئيس الرواق في صنبة في زبالة. المشايخ لا تأتي، الطلاب الدروس تنهار، فجأة الرواق يغلق. يبقى حاكم ظالم والدنيا تمشي والحقوق تأتي وإن كان في مشاكل، ولا نجلس بدون حاكم؟ عاد اسمعوا وأطيعوا، ولو تأمر عليكم عبد حبشي. الأمور عايزة حكمة مع التماس الأعذار للناس. في فرق بين استقرار الدول، وفي فرق بين الفوضى. أين الآن سوريا؟ أين الآن العراق؟
أين الآن ليبيا؟ أين أين أين؟ لذلك الأمر عاوز فطانة. فحتى ولو كان في ظلم لكن نتحمل حتى يمشي المركب، لكن لو نعترض نحن نلقي بأنفسنا في البحر، الله أعلم، يأتي السمك يأكلنا، نغرق، نصل لا نصل. الأمر عاوز حكمة. عشان كده مولانا نحمد الله أننا لم نبتلى بالحكم والسياسة. سيدنا عمر كان عادل ولا ليس عادل؟ قتل. عثمان كان عادل ولا ليس عادل؟ قتل. علي بن أبي طالب عادل ولا ليس عادل؟ قتل. هشام الكامل ظالم، عشان كده نحيي الحمد لله. فكل عادل يقتل. الشيخ بيقول كلام حكم، كلام الغزالي. هذا الكلام كلام جميل. بداية الهداية أجمل وأروع. عارف لو نقرأ بداية الهداية ثم لا تجلسون العلم معي بعد هذا اليوم، أنا قمت بواجبي أمام الله. لو نقرأ بداية الإيه، خلاص خلاص كده، خلاص الشيخ الحمد لله فعل ما أوجب الله عليه وزيادة كمان. لكن إن شاء الله نقرأه ونقرأ زيادة وزيادة كمان ما دمتم تحضرون. لكن نرجو زيادة الكمية، خلاص 1 2 3 4 يعني عادي، بحيث الشيخ يختار 1 دجاج 1 سمك 1 لحمة 1 بطاطا. يعني الشيخ لا يأكل كل، أنا أكل واحد، هذا عهد أكل واحد فقط، لكن اختيارات يعني. قول يا أبي. وإن علمت أنها من حلال، هو يخاف أن حضرتك تأخذ من السلطان هدايا، فإذا وجدت السلطان يظلم أنت تجبن أن تقول له النصيحة. لذلك الشيخ بيقول رجاء ابتعد عن الهدايا، ولا يأتيك الشيطان ويقول لك خذ الهدايا واعطيها للفقراء، أنت أخذت ووقعت في الفخ. يعني أنا عارف أن هذا السندويتش من مال حرام، أنا أقول أنا لا أكل، أنا أخذ وأتبرع للفقراء. لا، أنت تشارك في الحرام. إن تعلم أنه من حرام لا تأخذ، حتى وإن أخذت وأعطيته لمن؟ للفقراء. خلاص، لأنك تشجع صاحب الحرام أن يستمر في الحرام. طب الشيخ أكل سندويتش، خلاص، حتى لو تأخذه تعطيه لمن؟ للفقراء. خلاص، قول يا ابني. لأن الطمع منهم يفسد الدين. الطمع في أموال السلاطين يفسد دين من يأخذ الهدايا والمال. هذا هو الطمع. الحرص أنا فقط، الطمع الزيادة 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 اسمه طمع، والطمع غير محبوب. الطمع غير إيه؟ والحرص غير محبوب، إلا إذا كان طمع في فعل الخيرات التي تقربنا إلى الآخرة وتبعدنا عن الشيطان عن النار. لأنه يتولد منه المداهنة. شوف يتولد من قبول هذه الهدايا المداهنة. يعني إيه المداهنة؟ عندما جاء الكفار وقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبد إلهنا الأصنام سنة ونحن نعبد الله سنة، ثم السنة الثالثة نقرر إيهما أفضل، السمك ولا الدجاج؟ نحن نأكل يوم سمك ونأكل يوم دجاج، اليوم الثالث نقرر. فتعالى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ومن معك من المسلمين تعبدون الأصنام سنة واحدة فقط، ثم نحن نعبد إلهكم إيها سنة. السنة رقم 3 اختيارات. الرسول يرفض. لكم دينكم ولي. ليه يا سيدي؟ ليه لكم دينكم ولي دين؟ ودوا لو تدهن، لو كنت عبدت الأصنام سنة هم يوافقون. فإذا جئنا في السنة التي يعبدون فيها الله هم يرفضون، فسيقولون لو كنت على حق ما تركت ربك سنة،
لو كنت ايه ما تركت ربك ايه. واكبر دليل انك على باطل انك تركت ربك سنه. ومن هنا اما ان تدخلوا في الاسلام من البدايه واما لا حاجه لنا بكم. قل يا ايها الكافرون، ده سبب نزول الايه، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون في الاخر خالص، لكم دينكم ولي خلاص. انك لا تهدي من احبب، لكن تعالى تلعب عندي مره وانا العب عندك مره ونقرر. هذا ليس في الدين، الدين قول واحد، اما واما، ليس عندنا فيه مشكله. فهمتم يا اهل الله؟ قل يا ابني. فان هذا يؤدي الى المداهنه. ايه المداهنه؟ التلطف في الكلام، التغيير في الكلام. حلال وحرام يعني لولا، شو يعني لولا، يا مولانا يعني نحن نريد ان نفعل هذا، حلال وحرام الضروره، واذا اضطررنا يداهن. لكن لو فيش هدايا يتكلم على طول، مولانا هذا الكلام حرام لا يرضي الله. لكن الثاني بس يعني، طب شويه كده، طب كمان شويه، ليه كمان شويه؟ الدين لا يتغير. الدين يقول حرام الان يقول حرام بكره. الحرام لا يتغير، الحلال لا يتغير، الحلال بين والحرام وبينهما امور نهى، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. قول يا سيدي. ومراعاة جانبه. ها؟ ايه مراعاة؟ انا خائف ان السلطان يزعل. إلهي ان لم يكن لك علي حق فلا ابالي. إلهي إن لم يكن لك علي ها ذنب حق فلا أبالي. ما دام الله لم يقل أن هذا الكلام حرام أنا لا أبالي. إلهي إن لم يكن لك علي ذنب فلا أبالي. الذي يقول لك إيه؟ لا يخشى في الله لومة، لكن بالراحة. يا أيها السلطان، أيها الوزير، أيها الرئيس، أنت حرامي. بالراحة يا ابني، شوية بالراحة. النصيحة على الملأ فضيحة، النصيحة على الملأ فضيحة، النصيحة على الملأ. لكن النصيحة سرا تؤدي إلى معنى مفيد. والموافقة في ظلمهم. ها؟ إيه الموافقة في ظلمهم؟ الرضا بالظلم ظلم. ومن هنا في إنكار باليد للحاكم، في إنكار باللسان للعلماء، في إنكار بالقلب للعوام. فهمت يا ابني؟ في إنكار بمين؟ بالقوة، الحاكم. من رأى منكم منكر، إنكار باللسان العلماء، إنكار بالقلب مين؟ العوام، عوام الناس. لكن إذا صار عوام الناس ينكرون المنكر بالقوة تحول إلى فوضى. تحول إلى مين؟ فوضى. وهذا كله فساد في الدين. فساد فين؟ في الدين. وأقل مضرته أنك إذا قبلت عطاياهم. قبلت يعني أقل شيء في ضرر. لو أخذت الهدايا من السلاطين النتيجة إيه؟ وانتفعت من دنياهم أحببتهم. هات لي كده واحد مسلم يعمل في الخارج في منصب عظيم يأخذ دولارات كثيرة يحب أوروبا. أنا لا أعترض، يحب كما يشاء. يا مولانا مصر، مصر إيه؟ السعودية مكة والمدينة، مدينة إيه؟ الرجل يأخذ له 20,000 دولار في الشهر، تقول له مكة والمدينة؟ هو عنده الحق في نيويورك. 20,000 دولار مبلغ كبير. فإذا أخذت عطاياهم أحببتهم. واحد يكون وزير فجأة يترك الوزارة زعلان. زعلان ليه؟ زعلان أنك تعمل ليل نهار؟ هو زعلان لأنه كان عنده سيارة وحرس وجنود. استيقظ بلا حرس وجنود. السلطان شهوة. الشيخ يمشي بمفردي الحمد لله مفيش مشاكل، لكن أنا صار عندي حرس، 3 يمشون في الخلف واثنين يمشون بالامام وسياره ويفتح الباب ومولانا يجلس مولانا 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 سعاده الوزير سعاده مش عارف ايه.
فجأة مولانا عزل من الوزارة. مولانا زعلان. زعلان ليه؟ أنت الله أكرمك، كنت تمشي بحراسة، الآن تمشي حر. كنت خائف واحد يضربك بالنار، الآن أنت حر. أنت تعمل ليل نهار في الوزارة، تتعب تمرض. زعلان؟ هو زعلان على الجاه، زعلان على رفع العظمة في قلبه عندما يرى حراس ويفتح الباب وتفضل وسعادة الوزير و و و. الدنيا عرض زائل، ولو كانت الدنيا تبقى لأحد ما وصلت إليك. هذا المقعد جلس قبلي فلان وفلان وفلان، صح؟ وسأمشي ويجلس بعدي فلان وفلان وفلان. فلو كان هذا المقعد يدوم لغيري ما وصل إلي. فهمت يا ابني؟ هي الدنيا كده. شوف النهاردة الشيخ هشام، بكرة الشيخ سيد، بعده الشيخ جمال، بعده الشيخ حجازي، لا تدوم لأحد. صعب أن يجلس واحد على الكرسي مدى الحياة، لكن مدام يتغير، يتغير فوق ولا تغير تحت. سبحان الله، يعز من يشاء ويذلها. مدام في احتمال فوق وفي احتمال تحت، اتق الله، اتق الله. فالعز في طاعة الله والذل في معصية الله. خلاص بعدين مولانا، كان في طعام كثير، بعدين خلي بعدين. ده احتفال بان السيد شهرول يمشي، ده كرم. دي من كراماتي، ده عندما اموت اقول كراماتي ده، عشان انا اليوم يعني اسناني تعبانه، فانا ساخذ دواء مسكن، والمسكن لا يؤخذ الا بعد طعام. ودائما ناتي في الرواق الجاوي في فواكه، لكن لا يوجد طعام. اول مره يحضرون طعام، اول مره يحضرون ايه؟ عشان انا افكر والله قلت ما فيش طعام هناك، فكيف ناخذ البرشام بدون طعام؟ كنت افكر في مشكله، فالله قال خلاص ادي طعام عشان تاخذ برشام. دي كرامه تكتبها، وتكتب كتاب اسمه الشامل في مناقب سيدي هشام الكامل. خلاص اسمه ايه؟ الشامل، شرح رول، ترجمه. تكتب كرامات كثير، خذ من الاولياء واكتب يعني كرامات السيد الرفاعي، خذها كلها، بس بدل ما تكتب ايه وحصل لمولانا السيد الرفاعي، قول لي هشام الكامل. كرامات السيد البدوي، اي حاجه، اي حاجه، نحن نغير كلمه فقط. خلاص قول لي سيد بطاطس. وانا حب احدا يحب طول عمري. فمن احب ظالما تمنى ان يبقى الظالم على ظلمه. نحن ليس لنا علاقه بمثل هذه الامور، تفهمون ما اقول؟ هو يحب الظالم لان الظالم يعطيه. يا رب يعيش. يعيش ايه مولانا؟ ده ظالم، لان هذا الظالم عندي جيد، لأنه يعطيني مال، وإذا أعطاني مال خلاص انتهى الأمر. وبقائه بالضرورة. بقاء مين؟ بقاء السلطان بالضرورة. ليه بالضرورة؟ حتى يغدق علي بالمال. وفي محبة بقاء الظالم إرادة في الظلم على عباد الله تعالى. يا رب اجعل فلان يطول عمره. فلان هذا مين؟ ظالم. كأنك تريد استمرار الظالم، تريد بقاء الظالم، تريد حياة الظالم. ليه؟ هو يظلم الناس لكني أنا مستفيد منهم. ولذلك لا تكن ظالم، لا تشجع ظالم، لا تتمنى بقاء ظالم، لا ترضى بظلم الظالم. خلاص، أقل الإيمان وأضعفه أن القلب ينكر الظلم. فهمت يا ابني؟ وإرادة خراب العالم، فأي شيء يكون أضر من هذا على الدين والعاقبة؟ إيه العاقبة؟ الآخرة.
وإياك إياك أن تخدع. إياك أسلوب تحذير. تخدع. قال مولانا الميجوري في شرحه على البردة، قال إن الشيطان يفتح للإنسان 99 بابا من الحلال حتى يوقعه في باب من الحرام. كيف الشيطان يصطادك؟ أنت مضطر يا مولانا، هذه ضرورة، الله غفور رحيم، أنت إنسان ضعيف، شو بيعمل؟ يفتح لك إلى أن تقع في الحرام. هذه حيلة أنا كنت أحكي لكم عنها من قبل. قول يا ابني. ولذلك الشيخ الغزالي يحذرك، إياك إياك، أسلوب تحذير، وكررها للتأكيد والتوكيد. وإياك إياك أن تخدع باستهواء الشياطين أو قول بعض الناس لك، لأن الأفضل والأولى أن تأخذ الدينار والدرهم منهم وتفرقهم بين الفقراء والمساكين. شفت بقى، شوف أنت عندما ترفض قد يفكر السلطان والملك لماذا الشيخ يرفض، لكن عندما تأخذ السلطان الظالم يظن أنك عندما أخذت أنت لا تأخذ إلا حلال، فتكون دعاية سيئة. الملك يظن أنك عندما أخذت عطاياه أنك توافقه على ظلمه. ولذلك فإنهم ينفقون في الفسق والمعصية، وإنفاقك على ضعفاء الناس خير من إنفاقهم. هذا كلام الشيطان، خذ المال تعطيه للفقراء، أما إن تركت المال أخذوه في الفسق والمعاصي والمجون. هذا كلام الشيطان إلى الآن، ظاهره فيه الرحمة وباطنه فيه العذاب. فإن اللعين قد قطع أعناق كثير من الناس بهذه الوسوسة. مين اللعين؟ الشيطان المطرود من رحمة الله، اللعن الطرد من رحمة الله. هذه الوسوسة وهذه الخدعة استطاع الشيطان أن يفعلها مع الكثير. وقد ذكرناه في إحياء العلوم فاطلبه ثم. شوف ذكرناه فين؟ هو كتب هذا الكتاب بعد الإحياء، وكتب بداية الهداية بعد الإحياء، لذلك بداية الهداية هو خلاصة إحياء علوم الدين. فعندما نقرأ بداية الهداية كأننا قرأنا الإحياء إن شاء الله. خلاص قول يا ابني، لكن احتمال تقرؤون بداية الهداية أكون أنا صرت من أصحاب المناصب العالية فهكون مشغول مش فاضي أجي، هبعت نائب عني رد فكري ده يشرح بدالي. خلاص، لكن سندوتش يأتيني في الوزارة. سبحان الله، شوف هذا قصر البارون. ألم أقل لكم؟ شوف هذا القصر البنى 1906، لم يسكن فيه صاحبه ليلة واحدة، ترك البلاد خوفا من السلطان أن يسجنه. هذا القصر شوف صار يوضع على سندوتش. سبحان الله، ممكن وري لهم وراء بس تعودون لا يأكل أحد من السندوتش. ترى قصر البارون، شايف يا موسى؟ شايف إيه موسى بتضحك علي؟ صار قصر البارون يوضع فين يا مولانا؟ يوضع إعلان. شوف هذا القصر جميل إزاي، كبير إزاي، صاحبه لم يسكن فيه ليلة. ادي فايدة القرب من السلطان. شايف الفكري؟ لا، الكرامة في السندوتش. يعني في كرامة تانية في القصر، كرامة إضافية، لكن السندوتش كرامة أصلية. قول يا ابني، كرامات كتير بس أنا مش فاضي. و
وأما الأربعة التي ينبغي لك أن تفعلها، الأول أن تجعل معاملتك مع الله تعالى بحيث لو عامل معك بها عبدك ترضى بها منه. كلام جميل. أنت مين؟ أنا سيد. أنا مين؟ أنا عبد. السيد يأمر، العبد يقول حاضر. السيد يقول افعل، العبد يفعل على طول. فكما تحب أن عبدك يطيعك، أنت عبد لله والله يحب أن تطيعه. فهمت القاعدة؟ السيد يحب الخدم تسمع الكلام. طب أنت مين؟ أنت عبد عند مين؟ عند الله. لذلك الله يحبك أن تطيع. ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة لأنه قال افعل ففعل، وجنة لأنه قال لا تفعل فلم يفعل. جنة للأمر وجنة للنهي. خلاص. ولا يضيق خاطرك عليه ولا تغضب. والذي لا ترضى لنفسك من عبدك المجازي فلا ترضى أيضا بالله تعالى وهو سيدك الحقيقي. ترضى أن عبدك يعصيك؟ لا. فلماذا تنام ولا تصلي العشاء؟ ترضى أن تأمر عبدك بشيء ولا يفعل؟ لا أرضى. فلماذا لا تصوم رمضان؟ ترضى أن عبدك يذكرك بسوء وأنت غائب؟ لا. إذن فلماذا تترك ذكر الله؟ شوف الله فين وأنت فين. كما تحب أن عبدك يعاملك، كن لله عبدا لأن الله هو سيدك. والثاني كما عملت للناس اجعله كما ترضى لنفسك منه، لأنه لا يكمل إيمان عبد حتى يحب لسائر الناس ما يحب لنفسه. دي قاعدة في الأدب جميلة أوي. عامل الناس كما تحب أن يعاملك. أنا لا أحب أن أحد يقول إن الشيخ هشام جيلة، لذلك أنا لا أقول لأحد جيلة أبدا. صح؟ تكذب. أنا لا أحب أحد يذكرني بسوء. خلاص، أنت لا تذكر الناس بسوء. أنا لا أحب أحد يسرق مالي، إذن لا تسرق مال الناس. أنا لا أحب أن أحد ينظر إلي نظرة صعبة، إذن أنت لا تنظر للناس نظرات صعبة. أنا أحب أن يكون الناس يعاملوني بصدق. خلاص، كن صادق مع الناس. عامل الناس كما تحب أن يعاملوك. فهمت يا مولانا؟ عامل الناس إيه؟ كما تحب أن يعاملوك. فإذا عاملت الناس كما تحب أن يعاملوك، يا سلام، هنا ستكون من الأولياء. أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. الله عندما مدح الرسول لم يقل وجهه منور، بل قال ها وإنك لعلى خلق عظيم. نيتك سيئة. قل يا ابني. والثالث إذا قرأت العلم أو طالعته ينبغي أن يكون علمك يسلك قلبك ويزكي نفسك. كل علم لا يقرب إلى الله عبث. كل علم يغضب الله ضلال. كل علم يبعد عن الجنة ويقرب إلى النار، ما فائدته؟ الناس تتعلم حتى تقوى الثقة بالله. الناس تتعلم حتى تقف على قدرة الله. الناس تتعلم حتى تفيد أنفعكم للناس. الناس تتعلم حتى تحسن العلاقة بينها وبين الناس. الناس تتعلم لتعمر الأرض لا لتفسد في الأرض. شوف مولانا نوبل كان من السويد، تقريبا اتولد 1800
كم يا ربي؟ 98 96 نوبل، تعرفون جائزة نوبل؟ نوبل سويدي اتولد سنة 1896، اخترع الديناميت، تعرفون الديناميت؟ بوم كده يفجر زي القنبلة. لماذا اخترعوا؟ اخترعوا رحمة ورأفة بعمال المحاجر في الجبل. العمال تكسر في الجبل حتى تخرج الايه؟ المعادن، اسمها محاجر، يكسر في الحجر. فكان يعني الراجل طول اليوم يضرب في الحجر في الشمس حتى يكسر قطعة هكذا. فاخترع الديناميت، أن يوضع الديناميت في الجبل ثم بالنار بوم. فممكن ما يكسره العمال في سنة، الديناميت يكسره في 5 دقائق. فكان فرحان لأنه وفر التعب لمين؟ للعمال الفقراء. إلا أن أهل العلم الآخرين أخذوا هذا الاختراع وجعلوه قنبلة. فالرجل قال: أنا صنعته رحمة للعمال، أنتم جعلتموه قتل للناس. فيغضب أن اختراعه بدل ما يكون تعمير للأرض صار خراب للأرض، فتبرع بماله كاملا أن يكون جائزة لكل من يقدم عمل يفيد البشرية في العام. جائزة نوبل مش فاكر 12 مليون دولار حاجة زي كده، مش فاكر. شوف الراجل عمل ايه، تبرع بكل ماله حتى يكون ايه؟ جائزة لمين؟ لمن يقدم عمل يفيد الناس. ادي الكلام يا ابني، ادي الكلام. حاول تكون مفيد، حاول تكون نافع، احجب ضررك عن الناس، كف أذاك عن الناس. مولانا العز بن عبد السلام قال في قاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب. قال العز: لا، الإسلام يعود إلى نصف قاعدة، درء المفاسد. تعرفون المذهب الشافعي قائم على 4 قواعد وزاد بعضهم 5. القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها. 2: اليقين لا يزال بالشك. 3: الضرر يزال. 4: العادة محكمة. 5: درء المفاسد مقدم على جلب. الفقه كله يعود إلى هذه القواعد، تعرفون ولا لا تعرفون؟ كله لازم تحفظ، ده مذهبك. هنا مولانا در يعني دفع، المفاسد مقدم على جلب مين؟ شوف 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 مولانا، شوف الكلام. كن نافع، فإن لم تستطع أن تنفع الناس على الأقل امنع شرك عنهم. إن لم تستطع أن تكون إيه؟ نافعا، على الأقل لا تكن مضر. جلس يبطل. كما لو علمت أن عمرك ما يبقى غير أسبوع، فبالضرورة لا تشتغل فيها بعلم الفقه والأخلاق والرسول والكلام وأحسنها، لأنك تعلم أن هذه العلوم لا تغنيك، بل تشتغل بمراقبة القلب ومعرفة صفات النفس والإعراض عن علائق الدنيا، ويزكي نفسك عن الأخلاق الذميمة، وتشتغل بمحبة الله تعالى وعبادته والاتصاف بالأوصاف الحسنة، ولا يمر على عبد يوم وليلة إلا ويمكن أن يكون موته فيه. الشيخ بيقول مثال جميل أوي. أنا لماذا لم أذهب إلى الحج العام الماضي؟ قلت لنفسي العام القادم إن شاء الله. طب هذا العام؟ مولانا العام اللي بعده إن شاء الله. اسمه طول الأمل. طول من؟ ما رأيك لو قالوا لك يا مولانا ستموت هذا العام، أعظم رمضان سأصوم، أعظم حج سأحج،
أعظم عبادة ستكون لآخر أيامي. أريد أن يختم المولى لي بعمل صالح. سؤال كالآتي: متى تموت؟ ممكن الآن، ممكن بكرة، ممكن غدا، يعني في احتمال أن تموت الآن، في احتمال. فلماذا لم تستعد للقاء الله؟ شفت الشيخ بيعمل ايه؟ لو قالوا لك ستموت بعد أسبوع، ستعبد المولى من الآن. مولانا تعالى كل طعام، لا وجه للطعام، تأخذ شيء بسيط كده تأكله، الحمد لله، في دجاج في لحم، لا وقت. أريد أن أجمع حسنات تغفر بها ذنوبي وترفع بها درجاتي. هذا هو الفرق بين من يظن أنه سيعيش وبين من يظن أنه سيموت. كيف؟ صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى امرأة يريد أن يتزوجها، عادي. فلما جاء يتزوجها تسأل: ما هذا؟ قال: هذا رغيفين. ماذا تصنع بهما؟ قال: آكل رغيف الليلة وآكل رغيفا في الصباح. قالت له: وهل تضمن أن تعيش إلى الصباح؟ ثم قالت الزوجة: لا أريد أن أتزوج بزوج ليس بمؤمن. ليه ليس بمؤمن؟ لأنه ادخر رغيفا لمين؟ الصباح. الشيخ عنده خبز لسنة 5000، 5000، أو عندي الحمد لله خبز إلى يكفيني 100 سنة. الإنسان يجمع المال ولا يظن أنه سيموت. شوف، انظر لخلق الله كده، هل رأيت هرة تعاني من المسكن؟ هل رأيت كلب يعاني من الزواج؟ هل رأيت فار عنده مشكلة؟ فيش مشكلة. الإنسان هو الذي صعب على نفسه الحياة، فاستحق ألا يتلذذ بمتعتها. أنا خائف من غدا، وخائف من بعد غد، وخائف وخائف وخائف. إذن الإنسان يحيا لا يجد طعم للحياة. أما الهرة والكلب والقطة يعبد الله ويعلم أنه سيموت، وعندما يموت انتهى الأمر. لكن إذا أردت أن تحيا أيها الإنسان حياة سعيدة، عش واعلم أنك تموت الآن. إن تعلم أنك تموت الآن لن تعصي الله. ما دمت لن تعصي الله ستحيا 100 سنة في أمان وسلام. فراحتنا في الطاعة وشقاؤنا في المعصية. هذه خلاصة كلام الشيخ. لو قالوا لك ستعيش أسبوع، ستصوم وتتهجد وتعبد الله وتصالح الناس ولا تفعل شر لأنك ستموت، يا مولانا من قال لك أنك تحيا أسبوع أعطاك الأماني. قد تموت الآن، قد تموت بعد دقيقة، بعد دقيقتين. من قال لك ستعيش أسبوع لقد أعطاك الأماني وطال عمرك. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق الإيه؟ العمل. أيها الولد، اسمع مني كلاما آخر وتفكر فيه حتى تجد خلاصا. لو أنك أخبرت أن السلطان بعد أسبوع يجيبك زائرا. شوف شوف الأمثلة، شوف الأمثلة، شوف شوف أهل الله عندما يتكلمون. يا مولانا، نعم، جاءك خطاب من رئيس الجمهورية يقول أن السيد رئيس الجمهورية إن شاء الله يأتي عندك بعد أسبوع يتناول معك الشاي والقهوة. شوف مولانا، نعم، أنا طلاء الشقة قديم، أنا أفعل طلاء جديد. أنا عندي باب الحمام مكسور، أنا أشتري باب جديد. أنا عندي الحنفية المية تنزل، أنا أصنع سباكة جديدة. أنا عندي هذا الفرش سيء، أنا أفعل فرش جديد. أنا لا أنام. ليه مولانا؟ لأن رئيس الجمهورية يشرب عندي كوب من الشاي. صح؟ فما بالك
إذا علمت أنك إن تموت ستقابل مولاك، إيهما أحرى بالاستعداد، مقابلة الرئيس ولا مقابلة مولاك؟ خلاص توكل على الله، اجتهد اجتهد. من كره لقاء الله كره الله لقاءه، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ومن هنا كن عاقل رشيد، اعرف أنك ستموت، واعلم أن عمرك إلى نهاية، فكما لك فكل من له بداية له نهاية، واعلم أنك محاسب، واعلم أنك ستقف أمام الملك الجبار الرحيم، واعلم أنك لا حول لك ولا قوة. أنا مين؟ الإنسان مين؟ حقيقة الإنسان مين؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا؟ أنت لا تساوي شيئا، ولذلك أنت غير مذكور. متى تكون مذكور؟ أنت تكون مذكور بذكر الله. فكل ما يقرب إلى الله أهلا به، وكل ما يبعد عن الله لا نريد. يعلم أنك في تلك المدة لا تشتغل إلا بإصلاح ما علمت أن نظر السلطان سيقع عليه من الثياب والبدن والجدار والفرش وغيرها. والآن تفكر إلى ما أشرت به فإنك فهم، والكلام الفرد يكفي. أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم ونياتكم. لأن القلب بيت الإخلاص. إن الله لا يقبل عمل إلا من المتقين، إلا من المخلصين. ومحل الإخلاص في القلب، محل الإخلاص فين؟ في القلب. فإذا أخلص الإنسان أهلا وسهلا، أما الإنسان إن لم يخلص لا نجاة له ولا سبيل. طيب نقف هنا، في شوية أسئلة كده أريد الإجابة، هي مهمة. كيف ينال البركة في الوقت؟ يعني كيف نحصل على البركة في الوقت؟ واحد، البركة تأتي باختيار الأوقات. ما هي أوقات البركة؟ بعد صلاة الصبح، وبعد الاستيقاظ من القيلولة، نوم بعد الظهر، وبين المغرب إلى العشاء، وقبل الصبح عند السحر. في أوقات للبركة، بعد صلاة الإيه؟ صبح. البركة في البكور، بعد قيامك من القيلولة تكون قوي، بين المغرب والعشاء وقت جوهرة، عند السحر قبل الصبح بساعة ونصف، دي أوقات البركة. اثنين، ما معنى بركة؟ البركة يعني الزيادة والخير. تخير الأوقات التي تكون فيها قريب من الله. دبر كل صلاة، بعد كل صلاة أنا أصلي الصبح أذاكر، أنا أصلي العصر أذاكر، أنا أصلي المغرب أذاكر، أنا أصلي العشاء أذاكر. الوقت بعد الصلاة وقت رائع. كيف ننال البركة؟ كلما ابتعد الإنسان عن الحرام كلما اقترب من الخير، والخير كله بركة. لا أريد أكسر النصائح، لأن كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا، يكفي نصيحة اثنين نعمل بها. كيف مراجعة الدرس بعد الدرس؟ رجاء نقرأ الدرس قبل مجيء الشيخ مرة، نفهم الحوار، فالشيخ عندما يتكلم نكون عندنا معلومات عن الكلام، فعندما يشرح الشيخ تكون القراءة رقم اثنين. بعد انتهاء الدرس لا ننام إلا إذا قرأنا الدرس، هنا ممكن لا نقرأ مرة أخرى، نقرأ الدرس قبل مجيء الشيخ وحضور الشيخ وبعد الشيخ. لو نقرأ في مشاكل نحن نكتب سؤال على الجنب،
نسأل الشيخ، ممكن الشيخ يجيب. كم ساعة تناسب لطالب العلم أن ينام في اليوم؟ 24 ساعة نوم. من ينام أزيد من 8 سنوات 8 ساعات يمرض. من ينام أكثر من كم ساعة يمرض. كسلان، دايما كسلان كده، ينام الساعة 2 بالليل يستيقظ الساعة 2 صباحا، 2 الظهر. غلط. شوفوا، من ينام من الساعة 9 إلى الساعة 12 وده مستحيل، لكن الساعة تساوي 3 ساعات نوم. من ينام من 12، يعني 1 2 3 4، كل ساعة تساوي ساعة. من ينام بعد هذا، يعني من ينام الساعة 5 و6 و7 تساوي ساعة. فهمت؟ يعني من ينام الساعة 5 صباحا، الفجر 5 6 7 8 9 10، كم ساعة نام؟ نام ساعتين فقط، لأن الثلاث ساعات تساوي كم؟ لكن الساعة 10 9 11 12، الساعة الواحدة تساوي كم ساعة؟ 3. فمن نام 3 ساعات في هذا الوقت كأنما نام 9 ساعات. النوم جيد بعد صلاة الظهر يعطي قوة لقيام الليل، اسمه القيلولة، اسمه ايه؟ يعطي قوة. طيب، رجاء رجاء لا تنام زيادة عن 6 ساعات، ده كفاية. 6 ساعات كفاية، 6 ساعات ايه؟ تكفي تكفي. طيب، كيف مولانا انا لا يتعب؟ عشان مولانا ميدن ان ايجيبت. كيف مولانا لا يتعب؟ هو المشكلة مش في كده، المشكلة من تعود على التعب يتعب عند الراحة. إن تتعب ترتاح. إن تتعب إيه؟ إن تتعود على التعب تجد الراحة تمرض. شوف، أنا أسافر ماليزيا، مرات أعطي درس بعد الفجر في الجامع، ودرس بين المغرب والعشاء، ويستمر بعد العشاء، ثم بعد العشاء يأتي طلاب يقرؤون، وأعطي درس من الساعة 9 إلى الساعة 12، ثم من الساعة 3 إلى الساعة 5. شوف، اليوم كله في درس، لكن هناك أنا أشعر أنني أتعب في مصر أكثر من هناك، فأعود وأنا تعبان. في العمرة لا يوجد شيء أفعله إلا الصلاة والعبادة، أتعب كثير. ومن هنا الحمد لله في كل عام في العمرة أنا أكتب كتاب حتى نقضي على الإيه؟ على الفراغ. فمن يتعود على التعب يرتاح، ومن يتعود على الراحة يتعب. فهمتي؟ الشيخ الحمد لله، أنا الساعة 9 صباحا في 6 أكتوبر أعطي درس، ثم درس ثم درس ثم درس، 4، أمشي الساعة 1 من 9 إلى 1 دروس متصلة بفضل الله، 2 في الطريق في الظاهر درس من العصر إلى المغرب، من المغرب إلى العشاء كلام دنيا كلام الأصحاب الأحباب هنا، ثم نعطي درس القهوة الساعة 11:30 أنا أروح البيت. في الصباح أنا عندي عمل عند الشيخ أشرف، عند الشيخ سعيد الدحفي، عند الشيخ صالح، في العشيرة، في مسجد الزايد، ثم نأتي إلى برليس، ثم نأتي برليس نتكلم عن معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قهوة. يأتي يوم يكون أجازة عند امتحاناتكم، إن لم نعمل كيف نعمل؟ لا نعمل. تجد الإنسان في مشاكل في الجامع، في مشاكل في البيت، في مشاكل هنا، في مشاكل هنا. بركة العلم تعطي قوة، بركة العلم تعطي قوة. من يعمل مع الله، الله لا يهينه، الله يقويه. من يعمل مع الله، الله يقويه. هل يوجد امرأة مثل الإمام الشافعي؟ يعني هو لا يوجد رجل مثل الإمام الشافعي.
لكن أنا لا أريدك أن تكوني مثل الإمام الشافعي، أنا أريدك أن تكوني شافعي زمانك. شيخ هشام عالم كبير، لكن لو يوضع في زمن الإمام الشافعي جهول كبير. شوف، أنت تظن أن الشيخ عالم، لكن لو الشيخ يعود به الزمان ويكون في زمن الإمام الشافعي لا يستحق أن يكون طالب. لكن كان الناس علماء فأظهر الله بينهم علماء أقوى، فلما صار الناس جهالا أرسل الله إليهم علماء يناسبونهم. فلا أريدك أن تكوني مثل الإمام الشافعي، أنا أريدك أن تكوني شافعية زمانك. فهمتي؟ اقرأي، تعلمي، افهمي، الأمر يأتيك. في سؤال؟ من يريد سؤال؟ نحن نقف هنا، مرة جاية نختم إن شاء الله، مرة جاية نختم. في سؤال؟ اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى به وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكري الغافلون.